هذه هي الدالة الأخيرة قبل أن أغادر الوطن. أبناء الشعب الفلسطيني الصامت، تحية الوطن الفلسطيني وتحية الانتماء له ولشعبه. أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض إلى تهجير قسري واقتلاع للوطن. وأعتقد أن هذا العدو أن بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي سيتصل علينا. إن فلسطينيتنا خيارا واختيار، وفاء وانتماء، أرضا وذاكرة، مكانا وزمان. فلا قرار تهجير قسري وتطهير عرقي يرهبني، ولا يردعنا ولا يردنا عن خيارنا المقاوم. ولا قوة فوق الأرض تستطيع أن تقتلع فلسطين وشعب فلسطين من عقولنا ووجداننا. أنا أغادرك اليوم يا وطني مشبرا ومكرما. أنا أغادرك اليوم من السجن إلى المنفى، لكن تأكد جيدا أنني سأبقى كما عهدتني، وفيا لك وحريص على حريتك. سأحملك معي أينما كنت، فستبقى أنت بوصلتي الوحيدة. وإلى أن نلتقي مجددا وأعانقك في القدس والجليل وحيفا، لك أن تطلب مني ما تشاء، وأعاهدك أن أبقى جنديا كل وفي أبدا.